فتوى نختم بها. سيدة تتوجع تقول: أريد فتوى عن حالتي أنا وأخواتي مع أبي وأمي في مسألة الهبة للأبناء. نحن أربعة بنات أو أربع بنات وأخ مريض نفسي بمرض انفصام في الشخصية واكتئاب وحالة من حالات التوحد، وهو متزوج وله ابنة وحيدة. موضوع أن أبي يعمل لأخي كل أمواله بعد بيعه بيت وأرض بملايين، أسلو شقة فاخرة ينفق عليه في علاجه وأدويته، وحاليا هو ترك عمله بعد أن طرد من شغله بسبب سرقته لمبالغ كانت من الشركة التي يعمل فيها، وكلفنا هذا حوالي 200,000 لكي لا يحبس. ونحن البنات منا واحدة أرملة وأبناؤها لا يعملون، ووالدي يعطي لأخواتي، يعطي لأخي هذا بال100,000 ويعطينا نحن بال10,000، وكتب له شقة العائلة بالإضافة إلى الشقة التي هو قائم فيها الآن. والدي على علم بمدى السفه الذي يباشره أخي في صرف الفلوس فيما لا يفيد، ورغم ذلك مصر على أن يصرف كل أمواله عليه ويحرمنا من كل حاجة، بحجة أننا تزوجنا وجهزنا وده عرف عندنا لأنه من أسرة ريفية. هل من حق والدي هذه التصرفات؟ سبب هذا غصة بيننا نحن البنات، لأننا بارون بهم جدا، ونخدمهم ونوديهم للدكاترة والمستشفيات، وأخي مثل الطفل الصغير الذي لا يعي ما يفعل. هل يجوز لي أن أتكلم مع والدي فيما يفعل؟ يا بنيتي، أولا الأصل الأصيل حتى لا تتهم الشرع المطهر، تقول الله واعدلوا بين أولادكم، تقول الله واعدلوا بين أولادكم. إنما أراد أحد الصحابة أن يهب أحد أبنائه بستانا يخصه به، وأراد أن يشهد على هذا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هل أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جو، تقول الله واعدلوا بين أولادكم. هذه واحدة. لكن قال أهل العلم يجوز تخصيص أحد الأولاد لمسوغ يقتضيه، الزمنة، المعوقين، أصحاب الاحتياج الخاصة، نعم يجوز تخصيصهم بشيء نظرا لزمانتهم ونظرا لإعاقتهم ولما ابتلوا به من أقدار مرة. وما عند أخيك من داء يا بنيتي، لو قيل لك ننقله إليك وخذي أموال أبيك كلها من أولها إلى آخرها، هل تقبلين؟ نعمة العافية يا بنيتي لا تعدلها نعمة. وهذا الشاب المبتلى مهما سيقت إليه من أموال الدنيا فلن تعوض إعاقته ولن تعوض زمانته. هذا لا يعني إقرار الأب على الجور المطلق بهذه السنة، قلت تخصيص بشيء معقول بما تقتضيه زمانته. أما نعطيه 9 أعشار المولود ويعطي العشر للبنات الأربعة، أظن أن هذا لا يقره لا عقل ولا شر. الحل يا بنيتي أن تبتغي الوسيلة إلى والدك الصالح إن شاء الله من خلال الصلحاء والوجهاء والشفعاء من أهل القرية المحيطين به. إذا به إلى إمام المسجد، إلى كبير العائلة، إلى وجهاء عائلتك، وقصي عليهم القصص وبيني أنك كما أنك حريصة على إيصال الحق الأهلي، حريصة أيضا ألا يقف أبوك بين يدي الله موقفا عسرا. هذا يوم عسر، في يوم تزل فيه الأقدام، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة.
وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فمن مصلحته ان يعان على شيطانه وان يعان على نفسه من خلال نصيحه صادقه خالصه تقدم اليه ممن يصغي الى قوله ويستمع الى نصحه. ليس سهلا يا بنيتي ان يقبل الوالد منك نصحه، لكن ان شاء الله من خلال الوجهاء والشفعاء والصلحاء المحيطين بك ارجو ان ينفعه الله، ان ينفعه الله عز وجل بذلك. نعم يجوز ان تكلميه وان تلتمسي من يكلمه وان تذكريه بالله عز وجل ان صحت هذه المقدمات التي قلتها، وصحة الوقائع منوطة بالمستفتي. الفتوى تقوم على ركنين: وقائع عملية، قواعد وأحكام شرعية. المسؤولية عن الوقائع العملية عند المستفتي، المسؤولية عن القواعد والأحكام الشرعية عند المفتي. وبقدر دقة المستفتي في عرض نازلته وقضيته بقدر دقة المفتي إن شاء الله في استدعاء الأحكام الشرعية والقواعد الشرعية الضابطة له. ولهذا قالوا المفتي أسير المستفتي، المفتي أسير المستفتي. اللهم اهد قلبه واشرح صدره، اللهم رده إليك ردا جميلا يا رب العالمين، اللهم آمين، اللهم آمين. شوف حاجة، آخر حاجة عندي الإيه، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا يا رب في مدينة. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه.